اهلا بيكم مع حلقه جديده من حلقات تتعيد. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله يعني في ناس كتير بتحبها، هي اصلا يعني معظمنا بنعملها في بيوتنا، بس بتبقى هي اكله لطيفه ويعني هي تقيله شويه، فاحنا هنعملها بفكره اخف النهارده. هي اللحمه بمكعبات البطاطس، من اسرع الحاجات اللي ممكن اي ام تعملها لولادها، هي شويه لحمه او فراخ عليهم خضار. بس الوصفه دي من الحاجات اللي احنا بنحبها من واحنا صغيرين. هنجيب هنا مكعبات بطاطس، بس طبعا احنا متفقين مع بعض ان احنا مش بنقلي، فاحنا هنعمل مكعبات البطاطس دي هنحطها في طاسه في صينية، وممكن احطهم كلهم وارش هنا رشة اتبلها بقى. هنتبلها زي ما تحبوا تتبلوها، وبعدين هندخلها الفرن. رشة ملح وفلفل اسود، وممكن ناخد لها شوية بهارات، في هنا شوية توابل ممكن نحط شوية من هنا عشان يبقى ليها طعم شوية، ورشة فلفل اسود. لو في زعتر انا بحب احط زعتر قوي على البطاطس اللي في الفرن. وهنا هنحط شوية زيت زيتون وهقلب الكلام ده كويس تقليبه كده، وهفردها وادخلها تحت وادخلها تحت الشوايه. لا تحت الشوايه ايه، في الفرن. هنسيبها في الفرن مش تحت الشوايه، ندخلها الفرن ونسيبها لحد لما تتحمر. طيب مكعبات اللحمه هنعملها ازاي؟ اللحمه بتلو كباب حله، هنقطعها مكعبات صغيره، معلقه صغيره من الزبده الحارقه، بصل مفروم متقطع مكعبات، مش عايزاه مفروم ناعم خالص، بصل المفروم الناعم خالص لما نيجي نحطه في اي ماده دهنيه مفروم بالمبشره بينزل ميه كتير، فبنضطر نحط ماده دهنيه اكتر فبيتحرق مننا لو ما حطيناش يعني زيت وسمنه كده معتبرين هيتحرق مننا. فاهم حاجه ان احنا دايما لو هنعمل اي حاجه عايزين نخفف الدهون اللي فيها، وفي نفس الوقت نحط فيها بصل، وفي نفس الوقت نحس بطعم التشويحه عشان تدي طعم كويس للاكل، مش مجرد نقلل سعرات حراريه وخلاص، لازم نقطع مكعبات، وممكن اصغر من كده لو تحب على حسب ما تحب. على طول هنا هبتدي احط مكعبات اللحمه، البتلو هي اخف حاجه فلطيفه قوي من غير اي دهون، مش هحط هنا اي مواد دهنيه خالص، عايزه اشمعها. وبعد ما اشمعها هحط الزبده الحارقه والزيت ونبتدي نعمل بقى اللحمه المكعبات البصل بصوص الكبسه. احنا هنعملها بصوص الكبسه، ممكن اجيب المعلقه الخشب واقلب. انا عايزه اشمع اللحم، وفي نفس الوقت انا لا معليه النار قوي لان انا مش حاطه اي مواد دهنيه، فممكن تحرق لي اللحمه، ولا موطيه النار قوي، فدي فكره ايه لطيفه. فدي اهم حاجه، هي دي التكه في اللحمه، يعني اللحمه لو هنشوحها من غير اي دهون من غير اي مواد دهنيه حلو قوي ان احنا نعملها بالشكل ده. في ناس بتنام هنا. ونقلب. بصوا ابتدت اهي تتشمع، هي دي اهم حاجة عندي، لونها يتغير تبقى بني. لسه محافظة على العصارة، هي دي اهم حاجة.
العصارة تبقى منها فيها بالشكل ده. وهقلب تقليبة تمام. خلاص كده هي اتشمعت، هبتدي على طول انزلها في الطبق ده. بسم الله. بالشكل ده. وعلى طول هنا هنضيف معلقة نقطة زيت. بصوا نقطة، مش معلقة لا نقطة، مش عايزة، انا مش عايزة الزبدة تتحرق، فهحط معلقة صغيرة من الزبدة الحارقة، عملناها قبل كده الحارقة مش الحارقة، ما تلخبطنيش. الحارقة الحارقة. هنحط على طول الزبدة وعليها مكعبات البصل. هقول والله لسه هقول الزبدة الحارقة بقى عملناها ازاي. عملناها جبنة زبدة، اي نوع زبدة ان شاء الله تجيبيها طازة لسه خالص، وتبتدي تحطي عليها يا كرفس يا بقدونس، اي حاجة بتعلي الحرق هتفرميها، وهتخلي الزبدة درجة حرارة الغرفة، تحطي فيها معلقتين او 3 معالق لحد ما تحسي ان هي شكلها كده، يعني ايه العشبة اللي انت هتحطيها مش كتير قوي، وفي نفس الوقت اي حاجة تساعد على الحرق وتمنع امتصاص الدهون عشان نعرف نعمل حاجة طعمها حلو. انا عايزة اوطي النار خالص هنا، بصوا مش مكترة الزبدة. هحط بقى معلقة من بهارات الكبسة، من توابل الكبسة، بهارات الكبسة، وفص مستكة. والصريحة طلعت الله اكبر ما شاء الله، انا كنت قايله حلوة جدا، وشوية البهارات الكبسة طلعت اشتغلت مع البصل والمستكة وعملت ريحة حلوة قوي. حطينا هنا بالشكل ده، وممكن فلفل اسود رشة، انتوا عارفين بهارات الكبسة برضو بتغمقها، شوية فلفل اسود وبس، هي مش محتاجة حاجة تاني. ممكن بس احط شوية حبهان باودر اهي بالشكل ده، وعلى طول هرجع عليها اللحمة تاني. ولو اي عصارة نزلت من اللحمة اوعوا تفرطوا فيها. وهنقلب، وعلى طول الريحة يا جماعة والله جميلة، واللي بيحبوا كمان كباب الحلة هتعجبهم قوي الفكرة دي. في نفس الوقت هي ما فيهاش اي دهون، فدي اجمل حاجة. حط شوية مية، مش هكتر هنا المية، يعني كوباية. والريحة جميلة جدا 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 جدا. وهحط اللحمة بالشكل ده، انتوا عارفين البتلو مش بتطول وخفيفة قوي. هنحط المعلقة هنا ونبتدي نعمل بقى في الوصفة التانية اللي هي رز بالجزر. هنجيب جزر. الجزر ده انا سلقاه ربع سلقة، ربع سلقة مجرد بس ان هو ايه طري معايا بالشكل ده. بصوا انا بقطعه طري ازاي، انا عايزاه كده، هقطعه مكعبات. نعمل الاول نقطع الجزر ولا عشان يبقى جاهز معايا وانا بعمل الرز. ونقطع المكعبات التانية. بسم الله. بالشكل ده.
واللحمة تغلي على النار، ونقطع الجزء التاني. تعرفين انا يعني الجزر بالنسبة لي من الحاجات اللي انا بحب ادخلها جدا في الوصفات، بحب اشتغل عليه جامد جدا في الوصفات. ويا ريت بقى اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي وتصوروها وتبعتوها لي، واللي هيعمل كده ممكن اقول اسمه في الحلقة ان شاء الله. اقول اسمه في الحلقة، في ناس تبعت لي تقول لي قولي اسامينا في الحلقات وكده، وانا قلتها اوريدي، فدي برضو حاجة عشان تواصلنا مع بعض هي اهم حاجة بالنسبة لي. ممكن خلاص كده. طيب هقلب اللحمة اهي، في بس بخار مية بحبش افرط فيه. تقليبة كويس، ونقلب بقى عشان لو ايه يعني اي حاجة لزقت من تحت كده احنا عايزينها، زي كباب الحلة كده بنقعد نقلب لما خلاص يعني. ونعلي النار واسيبها تستوي. ممكن طيب نطلع فاصل، وبعد الفاصل نبص على مكعبات البطاطس اللي في الفرن ونعمل الرز بالجزر مع بعض. استنوا.